كان في طالبة كانت بتعمل مقالب في زمايلها، وبعدين لما الناس بتقول حرام عليكي ليه بتقول على الناس في الغلط، مش معنى انا ضحت، مش معنى ضحتي، طب انت ضحت ضيع غيرك. للأسف مبدأ عند ناس كتيرة قوي المبدأ الوحش ده، انا ضحت ضيع غيري، ما ينفعش، لا ابدا، ده احنا عكس كده، انا دخل نفس الملكوت ودخل غير الملكوت، انا اتقرصت اخلي غيري ما يتقرص زيي، انا خدت درس اتعلمه مدام للبنيان وللخير اعلمه لغيري، انما انا عمري كانسان مسيحي مش مت في حد ابدا ابدا، بل بالعكس الحزين حقف جنبه والمحتاج حقف جنبه، عمر ما سيب نفسي بلا ضابط ابدا، نرضي بعضنا للخير للبنيان، لخيرك ولخيره وبنيانك وبنيانه للملكوت في السماء. عشان خاطر كده هو بيعلمنا يجب علينا نحو الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، بل كل واحد يرضي قريبه للخير للبنيان، وده اللي عاوزه مننا، ده اللي عاوزه مننا. عشان خاطر كده أنا دايما أقول كده، احنا بالفعل اقوياء بمسيحنا، اقوياء بإيماننا، الهنا قوي، وعشان خاطر هو اللي حافظنا، وعشان خاطر كده انا عاوز كل واحد فينا صدقوني كده يراجع نفسه، لو انت زعلان مع حد لما تسامح انت القوي، لما تغفر انت القوي، لما تتحمل ضعفات الآخرين أنت القوي، لما تبني قريبك للبنيان أنت القوي، لما تفكر في الخير ليك ولغيرك أنت القوي. لا تنطقم لأنفسكم واعطوا مكان للغضب. عشان خاطر كده إيماننا كنز. ياريت كلنا نتعلم وناخد الدروس ديت، لأن دي مفيدة حياتنا كلنا على الأرض وفي السماء كلنا. وتنسوش احنا كلنا اتولدنا من المعمودية، كلنا بنصلي أبانا الذي في السماوات، يعني أو الله أبونا، وكلنا أخوات، كلنا جسد المسيح فينا كلنا، ودم المسيح فينا كلنا، جسد ودم واحد. عاوز أكتر من كده إيه؟ أكتر من كده إيه عشان نبقى نحب بعض ونخاف على بعض ونسامح بعض ونبني بعض للملكوت، ونبقى كلنا مع المسيح في الفردوس، وكلنا أسماءنا مكتوبة في سفر الحياة، ونخش معاه الفردوس. هو ده ربنا عاوزه.